السلام عليكم، مهند معاكم. النهاردة هتكلم عن نوع معين من الكلاب، النوع اللي يناسبك انت. ناس كتير سألتني ازاي اختار جرو وايه احسن سلالة بالنسبة لي. انا رأيي الشخصي ان كل انواع الكلاب احسن انواع الكلاب لو لقوا حد يناسبهم ويناسب شخصياتهم. في حاجة لازم تعرفها، ان كلاب في المتوسط بتعيش من 10 لـ 12 سنة، فلازم تسأل نفسك هل انت مستعد تتحمل مسؤولية كلبك لمدة 10 سنين جايين ولا لا. تاني حاجة لازم تكون عارف انت عايز كلبك في ايه، عايزه حراسة شخصية، حراسة عقار، صيد، عايزه يساعدك في حياتك لو انت كبير في السن او عندك اعاقة مثلا او اي حاجة تانية. بس لازم تكون عارف انت عايز كلبك في ايه بالظبط. تالت حاجة، هات ورقة وقلم واكتب اكتر 5 حاجات بتعملها في الاسبوع. انت تحب الانتخة والقعدة في البيت، تقعد قدام الكمبيوتر بالـ 8 والـ 12 ساعة، او بتشتغل على طول، بتسافر، بتحب البحر، الصيد، بتحب الجري. شوف انت بتحب تعمل ايه او بتعمل ايه في حياتك، وتعرف انت انسان اكتف ولا لا. ولو انت اكتف يبقى كلبك لازم يكون اكتف والعكس. اهلك هيساعدوك في تربية الكلب ولا انت شايل الليلة لوحدك؟ لو هيساعدوك لازم تكون عارف هم اكتف ولا لا، ولو اكتف برضو كلبك لازم يكون اكتف. المكان، بيت ولا جنينة ولا سطح، مكان واسع ولا ضيق، كلب كبير ولا صغير. الجو، ساقع ولا حر، دبل كوت ولا لا. لو عندك اطفال في العيلة لازم تحط ده في الاعتبار، تختار كلب كويس مع الاطفال ولا مش فارقة. عندك خلق انك تنظف، طبعا لازم تنظف كلبك، بس عندك خلق انك تسرح كلب شعره طويل وبيقع كتير، لونج هير ولا شورت هير. عايز كلب حجمه كبير ولا صغير، مع العلم ان تكلفة انك تأكل كلب كبير كل يوم لازم تحطها في اعتبارك. لو انت جاوبت على كل الاسئلة دي هتلاقي نفسك بدل ما مش عارف خالص انت عايز انهي كلب، هتلاقي نفسك محصور ما بين نوعين او 3 بس، تختار منهم واحد. ممكن ساعتها تشوف خبرة الناس اللي ربت السلالات دي قبل كده وتشوف رأيهم فيها لو كانوا يناسبوك او لا. تقرأ عن السلالات دي، تعمل سيرش اونلاين او تشوف فيديوهات على اليوتيوب. انا عملت فيديوهات على السلالات كتير، ممكن يكون واحد منهم. ما تخليش حد يفكر لك وينقيلك كلب معين، انت اختار لنفسك، شوف انت بتحب ايه. خلي الكلب جزء من حياتك ويشاركك كل حاجة انت بتعملها. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف فيديوهاتي اللي فاتت. يلا، السلام عليكم.